مش ملاحظ ان شهر رمضان هو الشهر الوحيد اللي فيه الكم ده من المسلسلات؟ صدفة؟ ما اعتقدش، اصل السنة فيها 365 يوم، اشمعنى ال 30 يوم دول؟ مسلسلات وبرامج مقالب وسهرات تلفزيونية. بس في حاجة انا ناسيها، ال 30 يوم دول هم اكتر 30 يوم قدسية في السنة. فالاجابة المنطقية الوحيدة ان ماراثون المسلسلات الهدف منه انه يلهيك ويضيع عليك اهم شهر في السنة. ميزانية ضخمة جدا بتدفع لتحويل شهر العبادة لمجرد شهر عادي، والدليل ان رمضان دلوقتي مش زي زمان خالص. لو اخد بالك هتلاقي ان كل سنة احساسنا برمضان بيقل عن السنة اللي قبليها، وبدل ما الناس كانت بتلحق تلم نفسها في الشهر ده بقوا بيبوظوا الدنيا في الشهر ده اكتر من باقي شهور السنة، لحد ما هيتحول للأسف مع الوقت ان رمضان يبقى زي رمضان عند الغرب، مجرد شهر في السنة. تبقى قاعد رمضان يجي ويخلص وانت مش حاسس. انا شخص عادي بتفرج على مسلسلات احيانا، بس فاهم كويس ان الشهر ده مش بيتعوض. ممكن اتفرج على اي حاجة انا عايزها بس بعد رمضان. انا سامعك وانت بتقول انت بتعمل علينا شيخ وكده، بس الحقيقة ان الموضوع ملوش اي علاقة بالتدين، لكنه ليه علاقة بالاحترام وتعظيم شعائر الله. وعشان تفهم قصدي هحكي لك حكاية بسيطة. الدكتور مصطفى محمود في احدى اللقاءات قال: والدتي كانت دايما بتضير التلفزيون ناحية الحيطة طول شهر رمضان، وكنت ببقى متضايق جدا، كل اصحابي بيتفرجوا على الفوازير وانا مش قادر اعمل ده. ولما سألتها قالت: رمضان شهر للعبادة مش للفوازير. انا كطفل وقتها كنت بعتبر ان ده تشدد في الدين من امي، ورغم ان الاجابة ما كانتش مقنعة بالنسبة ليا، لكن ما كانش قدامي حاجة اعملها. لحد ما كبرت واخدتني دوامة الحياة، اتلهيت بقى مع الحياة لحد ما ربنا اراد انه يجاوبني على سؤالي، واللي جاوبني راجل كبير مش متعلم في دولة تانية. اثناء زيارتي لامريكا لقيت راجل كبير بيحط اقفال على تلاجة الخمور. اليوم ده كان اليوم اللي قبل الكريسماس، فالموضوع شدني جدا لدرجة اني سألته: انت ليه بتحط اقفال على تلاجة الخمور؟ فقال لي ان قوانين امريكا بتمنع بيع الخمور يوم ميلاد المسيح. فرديت عليه باستغراب: امريكا دولة الحريات؟ ليه الدولة بتتدخل في حاجة زي دي؟ فجاوبني وقال لي: الاحترام، لازم الناس تحترم يوم ميلاد المسيح حتى لو مش متدينين. اذا فقد المجتمع الاحترام فقد كل شيء. المسألة مش مسألة حلال وحرام، المسألة مسألة احترام. هم بيعتبروا ان اليوم ده ضيف، يوم بيجي مرة واحدة في السنة، فمش من الطبيعي نستقبل الضيف ده واحنا مش فايقين. طبعا الاحترام لكل الاديان. دي قصة مشابهة جدا للي بحكيه. الشهر ده لو عدى وانت غافل عنه او ما احترمتهوش فانت الخسران الوحيد. رمضان ضيف كده كده هيجي، وكده كده هيعدي. جايز يعدي وانت كسبان مكسب كبير، وجايز يجي ويعدي ما تلمحوش. ما تخليش حد يسرق منك الشهر ده. وان كان على المسلسلات فهي كده كده بتتعاد بعد رمضان وبس كده. رمضان يجي، ورمضان شهر عبادة، بالنهار بنصوم وبالليل بنقوم للقيام ونقرأ القرآن ومش عارف ايه. كان الواجب اننا نكرم رمضان باننا ما نعملش وياه حاجة تسحب شوية الوقار اللي حصلت في يوم رمضان وفي ليله.